دايما بنبدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهاردة في زهراء مصر القديمة، معنا أستاذ محمد رمضان، معنا أستاذ رمضان هيقول لنا دلوقتي أسعار، هيقول لنا أسعار الخزف والفخار. هو صراحة ربنا شغله ملفت للنظر، يعني أنا كنت راكبة نزلت مخصوص قلت الحاجات اللي زي دي ما تتفوتش، يعني لازم نشوفها. هو هاند ميد صح؟ تمام. يعني مثلا اللي هي الملونة دي، دي بيتقال عليها ايه؟ ده وش، ده يعتبر من وش، يعتبر زي الكوره بالظبط. وش زي الكوره، هو جواه بيتحط نور صح؟ اه، ابليك زي الاباليك اللي هناك. ابليك زي الاباليك اللي هناك، الاباليك اللي هي بتتفك فيها انوار، دي بتركب فيها انوار. تمام، ديكور، هي قطعه يعني تحفه فنيه كده. دي عامله كام دي؟ دي عامله 65. 65، واللي هي كلمه الله وهبتها؟ دي وهبتها لمؤاخذه 60. 60، واللي هي الكف؟ الكف ده عامل 55. 55، واللي جنبها اللي هي البني دي، البني دي نفس السعر، هو السعر 60 65 اللي هي الوش ده. تمام، واللي هي فيها ورده حمراء الطبق الاحمر ده، ده عامل لما اخذ 55. 55 يعني 55 يعني. انت الله يبارك لك، ان شاء الله ربنا يرزقك. كل سنة وحضرتك طيب. طيب، طيب، واللي جنبها جنب الأحمر اللي هو الطبق ده، الطبق الذهبي ده، هو ده بيستخدم لإيه؟ يعني دي كديكورات؟ ده ديكورات. تمام، طعم فنية كده، طعم فنية، هي الشغل باين، يعني الشغل ما شاء الله باين. واللي هي المطولة شوية دي، المطولة ده الأبليك ده عامل 60 جنيه. الأبليك عامل 60، هما بقى يعني اتنين كل واحد على حسب الديكور بتاعت الشقة بتاعته. عاوز ثلاثة، عاوز أربعة، على حسب ايه الوضع اللي عنده أو الشقة والنظام اللي هو ايه، يعني الديكور بتاع المكان عنده. ده خزف؟ ده فخار. فخار ده برضو ديكور في مدخل محل، مدخل على عشب مثلا، مدخل يتحط فيه لومنت. لومنت بينور عادي. تمام، ممكن والله في البلكونة، وفي البلكونة برضه بيتحط. ده عامل كام؟ ده عامل 60. تمام، لا وأسعار حلوة صراحة ربنا، بالمقارنة للأونلاين والحاجات اللي بنشوفها أسعار معقولة. أسعار بره عن دي تتحسب ب 100 وب 80 وب 60 وب 70. أنا بنزل بأقل الأسعار على أساس ما أنظر السوق يتحرك شوية. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يعينك. طالما بتعين الناس إن شاء الله ربنا هيعينك. تمام، واللي هو الطبق ده عن المربع، المربع ده بيبدا من 50 ل 65 على حسب المقاس بتاعه، من 50 ل 65. عند حضرتك شحن؟ يعني لو حد حب يطلب مثلا ولا حاجه توصل له في توصيل؟ يوصل. وشحن محافظات؟ لا محافظات يعني. تمام، توصيل هنا داخل القاهره، الجيزه. تمام، احنا قلنا وده نفس الاسعار. طيب، واللي هو الشكل بتاع اليقطين ده، ده بيبدا من 50 ل 55، يعني في احجام بقى بيخش في 70 زي اللي هناك دوت. الاكبر يعني على حسب المقاس. تمام، والفخار؟ الفخار بيبدا معاه من 10 جنيه لغايه 35 جنيه. 10 جنيه؟ 10 جنيه؟ في 5 10. اللي هو الصغننين. طيب، واللي هو المقاس الوسط ده؟ ده عامل 20. ده عامل 20، بما اننا يا بنات داخلين على رمضان، طبعا تعملي طاجن مثلا مكرونه، ملوخيه ينفع، طاجن لحمه، طاجن ورق عنب، 20. تمام، والقله؟ لا، القله دي بقى 25 30. 25 30 الملون. عندي بقى قله ب 10، وقله ب 20، وقله ب 15، يعني على حسب مقاس القله بقى. واللي هو اسمه تابوك؟ لا، ده قلايه. لا، ده دي قلاية. قلاية؟ يتحط فيها فرخة، فرخة بالرز بتاع، بتخش الفرن صح؟ سعر عالي شوية. دي بكام؟ يعني بتعملها 150. ما طبعا عشان الحجم والماتيريال بتاعتها. الماتيريال بتاعتها. والمبخرة؟ المبخرة دي عاملة 25. 25، والكنك بال، الكنك ده 25 على طول بالفنجان بتاعه. 25 بالفنجان بتاعه. لا، شغل عالي يعني ما شاء الله، شغل عالي. انا عاجبني قوي كمان اللي هم دول لوحات فنيه كده، اللي هي الملونه كله في بعض ده عامله كام؟ المقاسات اللي انا قلت لك عليها، اكبر مقاس عندي 70. يعني انت السعر بيتراوح بدايه من 50، اقصى حاجه عندك 70. بالنسبه لبقى كل ده، كل اللي محطوطه على الحيطه ده، دي نظام قطهم بقى، يعني طقم ثلاثه.
احنا ماشيين مع بعض اهو وجميع الالوان يعني موديل منه الالوان بتاعته. لا بس انت فنان يعني حكايه الكاوتش اللي محطوط في النور يعني دي دي لوحه لوحدها. انت فنان دي في حد ذاتها تحفه فنيه. وبعدين ده معمول على اساس طبق كبير بس لسه ما استغناش فيه. ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. ودي مقاسات وجميع الوانها في زهراء مصر القديمه عند استاذ رمضان جميع الاشكال والالوان والاحجام. يعني ممكن بقى ايه تاخدوها زي تسلسل كده زي ما هو حاطط. طيب وده ايه؟ زي القدره. قدره فول بيستعملوها بس هي دي على حجم اوسع شويه. في ناس بتاخدها بتعملها زي زهريه ورد كده وبتحط فيها ورد. دي عامله كام دي؟ دي عامله كام الوسط؟ لا دي الوسط دي عامله 75. 75 والكبيره 85. وانت قلت دول اسعارهم ايه بتوع ال من 50 ل 65. من 50 ل 65. واللي هو الابريق ده؟ ده الابريق ده عامل 80 جنيه. 80 على حسب الشغل اللي فيه بس. عشان هاند ميد. والزهري الفازات دي؟ الفازات دي بقى لما اخذ الطقم احنا بنطلعه قرينا 150. 150 التلاتة؟ التلاتة ب 150؟ الله يبارك لك. ده في ناس بتبيعه ب 200. ما انا بقول لك كفايه الشغل اللي فيه يعني الشغل ده بيبقى معروف ان هو عالي. واللي هو اللي فوق ده؟ نفس السعر. اي حاجه من دول التلاتة ب 150. البنات اللي بتجهز فرصة مش هتلاقوها تاني. ده بقى بالذات بيبقى عالي في الحاسة ب 120 جنيه. بصمة. ده يعني 170. يعني انت جيت في جمل؟ البنات اللي بتجهز والبنات اللي عايزة تجدد مثلا ديكورات الشقة بتاعتها أو حاجة فرصة مش هتلاقوها تاني ب 150 وب 170. طيب وده؟ ده عش الغراب ده هو بتاع جناين. بتاع جناين. ده عامل معايا يعني ممكن اطلعه على 250 ماشي. هو سعره الاساسي الواحده ب 250. الثلاثه؟ انت والله مش عارفه. الثلاثه ب 250. حاسب على مجهود. ادي ودي عامله ايه؟ اسمها ايه؟ برضه فازه. دي عامله كام دي؟ دي وهي بحالتها كده تعمل لها حوالي 120 جنيه. 120 عشان الشغل. وبرده في ديكورات تانية. ودي دي زي بتحط فيها ميه تقريبا. دي زي نافوره بس مش مستعملينها عشان ده شغل قديم ولغينا زي ترومبه وماسوره وكده نافوره. وفي برده تحفه تانية هنا اهي. دي عامله كام؟ دي الناس بتبيعها على مؤاخذه ب 1000 جنيه. احنا بقى بنطلعها ب 650 ماشي. انت متاكد ان انت ما بتخسرش؟ دي كده كلها على بعض 650. احنا بيبقى معروف ان الحاجات دي بتبقى اسعارها وكمان يعني خشوا شوفوها على الاونلاين هتلاقوها ازيد من 1000 جنيه. هو بيقول لك تعالي وخديها ب 650 او شغله بيتكلم عنه مش محتاج كلام. ممكن اصور الحاجات اللي بتحط برضه بالكابل النار بيتحدد زي ده. عامل كام البراد ده؟ ده عامل 80 جنيه. 80 جنيه هو ده اللي هو اللي احنا صورناه جوه من غير ما يكون ملون لكن هنا متلون اهو على الطبيعه ومحطوط جوه اللمبه. ده اللي هو قلنا عامل 60 صح؟ تمام. ودي بتاعت اليقطين اهي. دي قلنا عامله برضو 70 عشان دي الكبيره. اهو ده ب 60 وده ب 70 وده المقاس الصغير بتاعها صح؟ ده نفس اصغر منها شويه. ده الاصغر خالص. انتوا برضو ممكن تاخدوا ثلاثه كده تدرجوهم مع بعض اهو. والفازات الكبيره قوي دي ولا اسمها ايه عشان انا ما اعرفش اسامي ايه؟ بي ام تي. بي ال تي؟ ده شغل عالي شويه بس هو ما شاء الله كمان كبيرة قوي. دي عايزة محلات يعني. دي مش محلات بتتحط في جناين. جناين فيلل. دي عاملة كام دي؟ دي عاملة 750. 750؟ على حجمها ده؟ على حجمها ده بس شغل عادي يعني. ما هو باين. ودي بقى يتحط فيها ورد.
دي انا عارفاها دي. دي عاملة كام دي؟ دي عاملة 400. 400 دي 350. ودي اللي هي مربعة عاملة 350 برضو زي والمدورة. المدورة دي عاملة 350. 350 منها 450. 450 ودي 500. دي اكبر. يعني دي متساوية بالنسبة للاتنين دول. ودي قلنا برضو من 50 لـ70 على حسب الحجم. و ده عامل زي الزير. لا برضو ده صنيت ورد سبع اللي انت عاوز تحط فيه ماشي. اصاري دي ده قلت كم؟ دي عاملة 120. 160. ما ينفعش اخدها واقسمها على اتنين؟ بالنسبة للسعر يعني. لا هي حلوة يا ما شاء الله. ودي الفانوس ده عامل 120. ده فانوس عامل 120. وده اللي هو الابريق. هو نفس اللي هناك. ده عامل كام قلنا معلش؟ ده قلنا عامل 85. والصغير بتاعه؟ ده ممكن 50 لنفسه 60. 50. بصوا يا بنات 50. اللي مش هتلحق العروض دي مش مستمرة كتير. قبل نفاس الكمية والحاجة هتتاخد. شكرا لحضرتك. تمام. وده عامل كام؟ طقم 3 ب180. طقم 3 ب180. ده طقم لسه طازه اهو يعني لسه ايه ما اتطربش بقى. هو فعلا يعني شكله عن اللي بره. الطقم 3 ب180.